كعادتها وبسرعة البرق، وجدت حكومة النهضة والسوالف الطرمة شماعة تعلق عليها عجزها ووهنها في قضية دخول السياح اليهود إلى البتراء. فحسب سلطة إقليم البتراء، قام حارس مقام ومسجد النبي هارون بفتح الباب للمغضوب عليهم لممارسة طقوسهم التلمودية رغم المنع، بل أنها أوقفته عن العمل. بالفعل كل من الحارس ويجب إعدامه، فهو مسؤول الحدود الذي أدخلهم إلى الأردن، وهو وزير الداخلية والسياحة والأوقاف الذي سمح لهم بتدنيس البتراء، وسمح قبل ذلك بتصوير مسلسل جن وفيلم جابر، وربما هو الجن نفسه وجابر ذاته. عن جد كل من الحارس، فهو الذي اغتال الشهداء الأبرار مرتين، مرة في معاركنا مع العدو الصهيوني، والمرة الثانية حين حذفهم من المناهج الدراسية وحذف كل ما يعلم الأجيال بأن الكيان الصهيوني أصل البلاء. كل من الحارس، فهو الذي ذهب رغم أنف الشعب إلى البحرين وشارك في مؤتمر المنامة، وهو الذي وقع اتفاقية الغاز، بل أنني شاهدته أيضا يقف مع الوفد المفاوض عند توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، وسمعته يقول لهم: أهم شيء تركزوا على البند القائل سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية. بالفعل إذا لم تستحي فاسمح بدخول اليهود للأردن وأمن لهم الحماية ومستلزمات العبادة، ثم أوقف الحارس المسكين.